لاعب الأهلي السابق وواحد من نجوم وسط الملعب. مفاجأة من حسين لبيب للزملكاوية، وخلال ساعات هيعلن عن صفقة الموسم للقلعة البيضاء. يا ترى ايه الحكاية؟ الزمالك على صفيح ساخن وبيحاول يحل عدد كبير من الملفات في الأيام الجاية، أولها أزمة المدير الفني ومناشدات الجماهير بسرعة التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق. مش بس كده، لكن كمان الزمالك بيحاول يخلص مع أكتر من لاعب في فترة الانتقالات الحالية، وده بعد ما نجح في أنه يحل أزمة وقف القيد. لكن المفاجأة كانت في اسم اللاعب اللي اتكلمت عنه عدد من التقارير، وأنه خلاص مضى للزمالك. والمفاجأة أنه كان لاعب الأهلي، أيوة هو أحمد حمدي لاعب القلعة الحمراء السابق ومونتريال الكندي. بحسب التقارير قالت ان الزمالك تواصل مع اللاعب وانهى معاه كل حاجة، وكمان حصل على توقيعه، واللاعب رحب جدا بالانتقال لنادي الزمالك. مش بس كده، لكن كمان ان الزمالك هيعلن عن الصفقة خلال ساعات. كمان بحسب المصادر قالت ان الاتفاق مع احمد حمدي شمل كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، ومن المتوقع انه يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة علشان يكون اول خطوة من الزمالك في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. الساعات اللي فاتت كشف كمان الاعلامي سيف زاهر عن مفاجآت بالجملة في نادي الزمالك وعن اللاعبين الراحلين والصفقات اللي هيخلص فيها 100 عقبة. وقال زاهر في تصريحاته: أحمد مصطفى زيزو زملكاوي، فهو مستمر مع الزمالك ولن يرحل إلى الدوري السعودي، وصفقات نادي الزمالك فيها صفقات من العيار التقيل خاصة في الأفارقة، وفي مفاجأة كبيرة بالنسبة لصفقات الزمالك بنسبة 90%. عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز يقترب من الانتقال إلى القلعة البيضاء. كمان الإعلامي أحمد شوبير كشف مفاجأة عن الصفقات في القلعة البيضاء، وقال في تصريحاته: الزمالك هيتعاقد مع 3 إلى 4 صفقات وهيكونوا من الدوري المصري، منهم أسامة فيصل من أجل العودة، ونفس الأمر ينطبق على هشام صلاح من صفوف الاتحاد السكندري، ومحمود صابر يعتبر ضمن حسابات القلعة البيضاء بشكل كبير، ولكن من الصعب التعاقد مع صفقات أجنبية في الوقت الحالي بسبب عدم توافر سيولة مالية. بحسب المصادر في القلعة البيضاء، ففي اتجاه كبير من الزمالك على التركيز على عدد من الصفقات اللي محتاجها الفريق، وكمان حسم موقف اللاعبين الحاليين، وان الايام الجاية هيتم فيها حسم ملف الصفقات بشكل كامل، وكمان ملف المدير الفني الجديد، وان الفترة اللي فاتت بدأ الزمالك يدرس فيها عدد كبير من المدربين تمهيدا لاختيار المدير الفني.